Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight. Tonight, tonight. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أصدقائي؟ أخباركم؟ طبعاً يا أصدقائي اليوم فيديو طبعاً ناس كثير بتحب هاي الفيديوهات، فيديو تعليم 5 مهارات فريستايل بتقدر تسويها بالتمارين مع أصدقائك، مهارات حلوة كثير تبهر بها الجميع إن شاء الله. وطبعاً هاي المهارات بتفيدك بالكنترول، بيصير عندك كنترول قوي كثير، واستلام الكرة طبعاً هاي إذا صرت أنت قوي كثير بالفريستايل والمهارات راح يصير استلامك للكرة رهيب جداً. ويلا بينا نفوت على المهارات، بس قبل ما ابدا يا اصدقائي لا تبخلوا علينا باللايك، ترى لازم نوصل للفيديو 500 لايك، ما في لايكات، لا تبخلوا علينا باللايك واشتراك وفعل الجرس. يلا بينا نبلش الفيديو ومشاهده ممتعه. اصدقائي يلا بينا على المهاره الاولى، خلينا نشوف مع بعض. ما بعض هم يا أصدقاء، يلا بينا نفوت على الشرح. هون يا أصدقائي أول شيء بتعمل حالك طبيعي عادي بين العالم، لأن رح يكون في ناس أو شيء تضرب لحالك. بتعمل حالك طبيعي وعادي ما في شيء. تحط قدمك ورا الكرة مباشر، قدمك ورا الكرة، قدمك الضعيف تأخذه هيك، تمام؟ تأخذ قدمك الضعيف هيك وبترفع قدمك القوية، ترفع الكرة بقدمك القوية. شوف، تمام؟ هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية من بترفعها بتكمل فيها تنطيط، سهل كثير. شوف، لازم جسمك يندفع للأمام. هات، تمام. وبعدين بتسويها نظامي. ها، هلا قدمك تروح أكثر، معناها أكثر تروح عشان ما تصيب، لأن هلا إصابتك معي هون، تمام. طبعا انا مثلكم هاي المهاره يمكن ثاني مره بسويها وعم بتعلمها، ودائما راح ضل اسويها لحالي، بعدين بس اتعلمها مزبوط بعدين بسويها امام الناس، تمام. يلا بينا على المهاره الثانيه نشوفها مع بعض. المهاره الثانيه اصدقاء طبعا بكون صديقك معك بالتمرين او هيك وبيزت لك الكره، تمام. عندما بيزت لك الكره انت بتسوي المهاره. خلينا نشوف المهاره كيف بيزت لك الكره. هسه لا، المهارة الأولى ما عليك من الثانية، تمام؟ شفت كيف المهارة الأولى؟ بس بتعمل هيك، تجيك الكرة بس بتعمل هيك، تمام؟ بتطعج جسمك شوي هيك وبترفع الكرة هيك، تمام؟ بس رفعتها كملها تنطيط، تمام؟ زدت ليها مهارة حلوة كثير، سهلة جدا، مهارات سهلة اليوم جاي بكل. هذا الجزء الأول سهل، إن شاء الله الجزء الثاني رح يكون صعب كثير، ديروا بالكم. يلا بينا على المهارة الثالثة يا أصدقاء. طبعا اصدقائي المهارة الثالثة، خلينا نشوف المهارة مع بعض، ركزوا. هاي مهارة حلوة كثير وسهلة وملفتة للانتباه، اللي سويتها سهل سهل جدا. يلا ضيعين الكرة كمان، هاي المهارة كمان اذا رفيقك اعطاك الكرة او صاحبك صديقك بالتمرين اعطاك الكرة تستخدم هاي المهارة. يلا يلا، حلو بس عيدة، لازم تكون الكرة أقوى، خلي صديقك يعطيك الكرة أقوى واستخدمها أحسن. يلا، إذا أعطيك سهلة جدا. يلا بينا نفوت على الشرح، لا تنسى اللايك. يلا، طبعا يا أصدقائي هاي المهارة سهلة كثير يا صديق، بتكون جيتك الكرة بس عندما توصل لحد قدمك لهون تخليها تضرب بهذا المكان من القدم. شوف، هي راح ترتفع تلقائيا وهي تصل لهون، أنت بس افتل قدمك هاي، امرك بسيط، بس في قدمك هاي ترتفع الكره وكملها تنطيط، وكملها تنطيط، سهل جدا، تمام. يلا بينا، ايش هاي؟ يلا بينا على المهاره الرابعه، خلينا نشوفها مع بعض. اصدقائي شفتوا المهاره، حتى تسوي هاي المهاره اول شيء تمرن عليها لحالك هيك، ثبت الكره بس هيك واعمل هيك، تمام. ثبتها هون، حاول تثبت الكرة بهاي المنطقة من القدم، تمام؟ هون بالضبط كونك عامل هيك، خليك زاوية قائمة، خليك مرفوع هيك زاوية قائمة عشان الكرة تثبت، لا تخليك لتحت شوي أو لفوق، هيك زاوية قائمة هيك عشان تثبت الكرة، تمام يا أصدقاء. مهارة سهلة كثير. لا أصدقائي المهارة الخامسة، خلينا نشوف المهارة مع بعض.
أصدقائي شفت المهارة، مهارة سهلة كثير بتقدر تسويها كذا مرة ورا بعض، طبعا أكيد ما راح يعرفوها كثير عندك بالفريق لأن هاي أول مرة أنا بنزل شرح لهي المهارة. يلا بينا نفوت على شرح المهارة. أصدقائي بس في شيء نسيت ما أحكي حكاً يا صديق حسين، لا تكونوا بخيلين وهاي المهارات ارسلوها لأصدقائكم خليهم يتعلموها كلياتهم. ماشي صديقك المقرب بس تبعتها للكل أو بعتها للكل فيدنا بلايكات. تمام يلا شرح المهارة يا أصدقاء. أول شيء تخلي الكرة طب طب بهيت لحالك، مسك الكرة ضربها ضربة ورد ضربهم بكعب قدمك بس قدمك القوية، طبعا كل هذا الحكي بقدمك القوية. بعدين بتشيل قدمك الضعيف، كمل تنطيط قدمك الضعيف بعدين بترجع تنطيط على طبيعتك. تمام تمام سهل سهل جدا، ما في أسهل من هيك. مهارات سهلة جدا طبعا أصدقائي. هيك مو خلصنا الفيديو، يعطيكم العافية على المشاهدة وبدنا نوصل 10,000 متابع بأقرب وقت، أملي فيكم إن شاء الله نوصل أكثر وبس باي. أي شيء بدكم إياه اكتبوا لي بالكومنتات وبس. مهاراتكم هي صعبة، في مهارات شفتها صعبة حاب تعلمها ارسل لي إياها بالإنستغرام، رابط حسابي بالوصف ارسل لي إياها وأنا راح أفككها إن شاء الله وأشرح لكم إياها. سلام. هلا وينك انت وقت تقول رابط حسابك بالوصف عمي فرينك. هذا الصوت تبع فرينك.